خائفا من حلمي كيف أنام؟ لا تهويدة حطت على أذني ولا لامست خدي نسمة سكينة دافئة. يخطفني النوم ينفيني إلى عالم بلا ضوء بلا صوت، عالم ينتظر. ريان، احكينا عن أمك. يعني أمك نوال لا تحكي الحكايات. لم تحدثني يوما عن ماضيها، شو بتتذكر انت؟ كانت عندي بي سوري وكان عندي أم لبنانية. يعني هذا الشيء اللي بخليك ما يكون عندك انتماء؟ عشرين عاماً وأنا أبحث عن أرض وعن هوية، أبحث عن بيت الذي هنا، عن وطن المحاط بالأسلاك، أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي، أبحث عن طفولتي وعن